فجأة وجد زبناء حافلة الشركة المكلفة بتدبير قطاع النقل الحضري بفاس وجدوا أنفسهم والمسكين ما عندوش والشمور بزاف. ايوا والله يحسن العون. أعفي الطلبة والتلاميذ من هذه الزيادة، زيادة تعتبرها إدارة الشركة قانونية ما دامت تطبق مضامين دفتر التحملات فقط. قانونية ومصادق عليها وتندرج في إطار مقتضيات دفتر التحملات المتعلق بالنقل الحضري المفوض بمدينة فاس. من ناحية أخرى يمكن نقول على أن مدينة فاس ستبقى ثمن النقل الحضري فيها من بين أقل أثمنات الركوب الحضري بالمغرب مقارنة بعبد الأخرى كمراكش وأكادير والدار البيضاء والرباط. زيادة أخرى عرفتها شركة سيتي باص للنقل العمومي قبل أيام وتهم عدد أسطولها حيث أضيفت 40 حافلة إلى رصيد الشركة. نتوفر حاليا على 225 حافلة وخلال الأشهر القادمة سنضيف 45 حافلة ليصل العدد إلى 270 وهذا العدد يأتي في المرتبة الثالثة وطنيا. شركة سيتي باص هي أول شركة خاصة بالمدينة عمرها بفاس 16 شهرا جاءت لتنقذ قطاع النقل العمومي من أزمة خانقة تحاول جاهدة تحسين خدماتها، لكن هل ستطفئ هذه الخدمات؟